السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، الفيديو اليوم راح يشرح عن البلاد اللي بتحسن تفوت عليها إن كان بدون تأشيرة، وإن كان بتأشيرة بالمطار تاخدها من المطار، وإن كان بتأشيرة بتطلبها عن طريق الأونلاين. تمام؟ البلد اللي حنحكي عنها اليوم اللي هي إذا كنت أنت حامل لجواز القطري، قطر. تمام؟ هلا الناس رح تقول لي انه يعني ليش عم تحكي انه عن قطر يعني. تمام؟ هلا انا بصراحه انا شخصيا بحبها لقطر، تمام؟ وبتمنى يعني بصراحه انه احصل على عمل فيها وعيش في قطر، يعني بحبها لهالبلد. تمام؟ فكرمال هيك انا عم بحكي عن قطر. فنحن موضوعنا مثل ما عم بقول هلا يعني اهل قطر والناس اللي موجودين بقطر مثلا متجنسين معهم جواز قطري، بإمكانهم يستخدموا هذا الجواز لهي البلاد اللي أنا رح أذكرها هلأ بهذا الفيديو. تمام؟ رح أورجيكم أسماء البلاد، في بلاد أسماء صعبة بصراحة شوي فربط اللوفيز معي، فحتشوفوا أنتوا الاسم بينقرأ معكم وأنا عم بشرح بالفيديو. تمام حبايبي؟ رجاء يلي عم يشوف الفيديو جديد أول مرة عندي بالقناة، اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات. بالإضافة إذا أنتوا موجودين بأي بلد حابين تعرفوا الجواز اللي حاملينه وين بتحسنوا تروحوا بدون تأشيرة أو بتأشيرة بالمطار أو أونلاين، اكتبوا لي بالتعليقات، كمان بعملكم فيديو عن البلد اللي أنتوا بدكم إياها تعرفوا شو الترتيب. تمام حبايبي؟ يلا خلينا. تمام حبايبي، هلا اتفرجوا هلا عنا الدول يلي بتحسن تفوت عليها بالجواز القطري، اللي معه جواز قطري او الاشخاص اللي من اصحاب البلد اللي هي قطر، اللي بتفوت عليها بدون تأشيرة. تمام؟ يعني ما بتحتاج تأشيرة، بس بتروح انت قررت تنزل على هالبلد، بتعمل حالك بتروح بتفوت تختم ختم المطار وخاصي بدون تأشيرة. تمام؟ هاي البلاد رح احط لكم اياها هلا، تفرجوا البلاد اللي موجوده عندنا هون. في بلاد صعب الفظها بصراحه، يعني اللفظ تبعها صعب فما رح الفظها، بس انه بتقروها انتم هلا من ضمن انا عم ورجيكم. تمام؟ مثل ما كنتم شايفين عندنا هلا رح نحكي عن بدون تاشيره تركيا، صربيا، المغرب، لبنان، البانيا، ارمينيا، الارجنتين، بوسنا والهرسك، جزر البهاما، بوتسوانا، روسيا البيضاء، جزر كوك، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، ميكرونيزينا. شايفين في شغلات صعبة يعني، جورجيا، غواتيمالا، هونغ كونغ، هندوراس، هايتي، اندونيسيا، الأردن، هاي ما بعرف شو، سانت كيتس ودريشو، كوريا الجنوبية، الكويت، جبل الأسود، ماليزيا، نينوى، نيوزيلندا، سلطنة عمان، بنما، الفلبين، السودان، سنغافورة، ساو تومي، سلفادور، الجمهورية العربية السورية، سوزيلاند، جزر تريكس. والله منيح القطريين بيفوتوا لعنا على سوريا بدون فيزا، منيحة والله، معلومة جديدة على سوريا. تايلاند، تونس، أوكرانيا، فينسنت، وفان، فنواتو. تمام؟ هلا هي الدول اللي ذكرت لكم إياها اللي بتحسن تفوتوا عليها بدون تأشيرة. هلا نروح على الدول اللي بتاخدوا التأشيرة، يعني بتحصلوا على التأشيرة الفيزا بالمطار، وانتوا بالمطار توصلوا على المطار تعطون الجواز بعطوكم تأشيرة فورية، غير انه الختم اللي هو بدون تأشيرة. هلا رح ننتقل عليها، لكن مثل ما كنتم شايفين هون التأشيرة عند الوصول. ايران، اذربيجان، بنغلاديش، بنين، رواناي، بوليفيا، الرأس الأخضر، جيبوتي،
الغابون، غينا بيساو، غينا بيساو، كينيا، كمبوديا، جزر القمر، لاوس، سريلانكا، مدغشقر، ماكاو، موريتانيا، جزر المالديف، موزمبيق، نيبال، بالو، باراغواي، رواندا، سيشيل، صومال، توغو، طاجكستان، تيمور ليشتي، توفالو. يا جماعة والله العظيم في بلاد أول مرة بسمع فيها، أقسم بالله، يعني والله عم حبال هذه البلاد أول مرة بسمع فيها، ما بعرفها بصراحة. شوفوا البلد هاي مثلا، هي شو أنا ما أول مرة بسمع فيها، تنزانيا، ما بعرف شو هي، أوغندا، ساموا، اليمن. تمام، هي البلاد اللي بتاخذوا التأشيرة أول ما بتوصلوا على المطار. هلا رح ننتقل على البلاد يلي بتحصلوا على تأشيرة، يعني فيكم تحصلوا على تأشيرة عن طريق الأونلاين، موقع الكتروني أونلاين. تمام، ريكا رح نفوت هلا عليها. حصرا المملكة المتحدة، يعني اللي معهم جواز قطري، أصحاب الجنسية القطرية، تحصلوا على فيزا عن طريق الأونلاين، موقع الكتروني، تاخدوا فيزا اللي هي التأشيرة الكترونية. تمام، هذول ما يعني ما عنا غير المملكة المتحدة بس حصرا، دول تانية ما في. تمام حبايبي، هلا الفيديو الماضي اللي حكيت فيه حاكي عن الجواز الألماني، كل مين حامل للجواز الألماني. تمام، حكيت عن الدول اللي بيحسن يسافر عليها بنفس الطريقة هاي، بدون تأشيرة أو بتأشيرة بالمطار أو أونلاين، ياخد تأشيرة أونلاين. يلي بحب يشوف الفيديو رح أحطلكم الرابط بالوصف عندي، إمكانكم تفوتوا وتشوفوا الفيديو إذا بتحبوا، للناس اللي معها الجواز الألماني. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. رجاء اللي فايت لعندي هلا جديد على القناه، عم نشوف اول مره القناه، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. بالاضافه مثل ما قلت لكم، يلي عنده اي سؤال او استفسار وحابب يعرف انه البلد اللي هو موجود فيها او حامل جواز لبلد معينه يعرف شو الدول اللي حابب انه بيحسن يسافر عليها، اكتبوا لي بالتعليقات. كمان ان شاء الله برد على التعليقات يلي انتو بتسألوني عنها عن هذا الموضوع. هذا الفيديو كان تبع لليوم، بتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسونا من الدعم واللايك، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.